كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود هذا جاء الى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من الله معلما لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه اجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح أجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ اجاب يسوع وقال له انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا الحق الحق اقول لك اننا انما نتكلم بما نعلم ونشهد بما راينا ولستم تقبلون شهادتنا ان كنت قلت لكم الارضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون ان قلت لكم السماويات وليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمل وكان يوحنا ايضا يعمد في عين نون بقرب سليم لانه كان هناك مياه كثيره وكانوا ياتون ويعتمدون لانه لم يكن يوحنا قد القي بعد في السجن وحدثت مباحثه من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهه التطهير فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت: لست أنا المسيح بل إني مرسل أمامه. من له العروس فهو العريس واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس اذا فرح هذا قد كمل ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم الذي ياتي من السماء هو فوق الجميع وما راه وسمعه به يشهد وشهادته ليس احد يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم ان الله صادق لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله لانه ليس بكيل يعطي الله الروح الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله